السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الصغير. هذه القطعة قد اشتريتها من سوق الخردة، بها أدوات مهمة جدا ومفيدة لجميع الناس. أترككم مع مشاهدة الفيديو. هذا موتور دي سي يعمل على 12 فولت إلى 19 فولت، قوي جدا ومفيد، له استخدامات عديدة. وهذه لوحة شحن إلكترونية تأخذ من الشاحن 12 فولت وتخرج مخرجين لشحن 6 فولت. كما تشاهدون في الفيديو، هذه بطاريتين، كل بطارية 6 فولت. يخرج من هذه اللوحة، لوحة الشحن الإلكترونية، مخرجين لشحن البطاريات. طبعا هذه البطاريتين السوداء تم تصليح هذه القطعة ووضع هذه البطاريات، لكن هذه البطاريات الأمريكية التي تكون في القطعة، هي هذه هي البطاريات الأصلية. كما تلاحظون هذه بطاريات أصلية صنعت في أمريكا USA. كل بطارية 2 فولت، وتم جمع هذه البطاريات لتخرج لنا 12 فولت. طبعا هذه اللوحة، لوحة الشحن، مخصصة لشحن هذه البطاريات تماما. نقوم بتجريب الموتور وفحص قوته طبعا عبر هذه اللوحة، لوحة الشحن الإلكترونية. وهذا المفتاح مخصص طبعا لتشغيل هذا الموتور، موتور الدي سي. كما تلاحظون الآن نقوم بشحن البطاريتين، كل بطارية يخرج لهما سلكين للشحن من اللوحة، لوحة الشحن الإلكترونية. أدوات مفيدة جدا، تستطيعون إيجاد مثلها في سوق الخردة. الآن يقوم بشحن البطاريات، وهذه الإشارة الخضراء كما تلاحظون. هذا شحن 12 فولت، نقوم بشحن البطارية. طبعا هذه الأدوات رخيصة جدا، تستطيعون شراء مثلها في أسواق الخردة الموجودة في بلادكم. الإشارة الخضراء علامة أنه يقوم بالشحن، وهذا كما ذكرنا سابقا مخرج الشحن للبطارية 6 فولت. هذا الموتور كما تلاحظون. أدوات مفيدة، ونستطيع استخدامها في أفكار عديدة ونستفيد منها. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، تفعيل زر الجرس، وضع لايك للفيديو دعما لنا.